القدم اللي قرر انه يقيل ريان جيجز. ريان جيجز طبعا أسطورة مانشستر يونايتد أقاله من القيادة الفنية المنتخب بلده بعد ما كان عنده أزمة مع صديقته. عمل معها إيه صديقته دي؟ تعدى عليها يوم الاثنين اللي فات، والشرطة طبعا تدخلت واستجوبته، بعد كده أفرجت عنه بضمان مالي، يعني في قضية ولسه طبعا التحقيقات مستمرة. صحيح، ويعني واقعة غريبة جدا. يعني طبعا يعني هو طبعا أسطورة، بنقول يعني أسطورة كبيرة، لكن دايما الصورة الدولية بتاخد بيبقى ليها شكل معين، إذا كان مدرب منتخب أو لاعب منتخب، الحياة الخاصة متأثر طبعا على الحياة المهنية، على شغلك طبعا. اسم كبير راين جيجز من سمعتك من أساطير المان يونايتد والمدير الفني لويز، لكن طبعا النهارده يتم الاستغناء عنه. هنروح لاسطوره ثانيه، طبعا الارجنتيني دياجو ارماندو مارادونا بيخضع لعمليه جراحيه عاجله وناجحه في نفس الوقت في العاصمه الارجنتينيه بوينس ايرس بعد تعرضه لازمه صحيه، ودي طبعا مش اول ازمه بيمر بيها مارادونا. الطبيب المعالج كمان لمارادونا عقد مؤتمر صحفي وقال ان بالرغم المعاناه الكبيره للاسطوره الارجنتيني من فقر الدم وتداعيات الازمه الصحيه، اللي كالعاده ان مارادونا اصر ان هو يسيب المستشفى. يعني الطبيب المعالج نصح مارادونا بالبقاء في المستشفى، لكن من الواضح ان مارادونا كمان عنده بعض التصرفات غير مفهومه حتى على المستوى الطبي رغم اصابته الكبيره. لكن دييجو ارماندو مارادونا بيقول ان انا بخرج من المستشفى، وده كان ليه علامه استفهام شويه على الطبيب المعالج ليه في بيونس ايرس، بيقول انه هو طلب منه انه يستقر في المستشفى، حالته الصحيه لا تسمح، لكن مارادونا تستدعي البقاء. لكن هو اصلا قبل العمليه كان مرحب جدا بفكره التدخل الجراحي، هو طبعا بالمناسبه بيستأصل يعني زي جلطه في المخ، وقام بالسلامه. كمان ليونيل ميسي الارجنتيني، ليونيل ميسي النهارده كان بيوجه رساله دعم قويه جدا لمواطنه مارادونا، زي ما حضراتكم شايفين كده. كان بعد ما خضع مارادونا للعمليه الجراحيه زي ما قلنا لكم في بوينس ايرس، كتب ميسي وهو بيدعم طبعا مدربه السابق: انا وعائلتي نحب ان نراك بخير في اسرع وقت ممكن، عناق من القلب. ودي طبعا يعني كانت رسالة مؤثرة من مارادونا لطبعا مدربه، من ميسي لمدربه طبعا الكبير مارادونا. وانا كمان بتمنى له الشفاء، انا بحبه جدا مارادونا. كان يوم عيد ميلاده يوم الجمعة كمان اللي فاتت، واسطورة كبيرة. كبيرة جدا، لكن يعني عليه علامات استفهام في الحياة وفي حياته الخارجية، لكن يبقى اسطورة برضه يا كابتن. اكيد مفيش شك. طبعا لجنة نروح للليجا والدوري الاسباني، واضح من ان رونالد كومان عنده مشاكل، بالرغم يعني اسبان او برشلونه بيمر بازمه كبيره جدا، لكن كمان الدوري الاسباني فتح تعقيدات في تصريحات الهولندي. كومان طبعا المدير الفني لبرشلونه كان صرح ضد حكم مباراه الكلاسيكو لو انتم فاكرين، والتقارير الصحفيه الاسبانيه قالت ان كومان كمان مهدد بالايقاف من 4 ل 12 مباراه، يعني مهدد بالايقاف لعدد كبير جدا من المباريات. علشان كومان خلال المؤتمر الصحفي طبعا بعد مباراه الكلاسيكو قال ان قرارات حكم الفيديو او الفار المباريات الخمسه اللي ادرتها، موجه الكلام لحكم الفار، بيقول له حتى لغايه دلوقتي بتظهر بس قدام برشلونه. يعني هو الراجل بينتقد بشكل كبير جدا حكم الفار في مباراه الكلاسيكو، واحنا عارفين هناك النظام نظام، لو حتى اسمك ايه، لو طالما خرجت عن النظام وطالما تدخلت او يعني كان في نوع من انواع اهانه لاي عنصر من عناصر اللعبه، ففي قرارات وفي النهارده يمكن قرارات هتبقى واضحه جدا، والعقاب هيبقى من 4 ل 12 مباراه، وده عدد كبير من المباريات طبعا، وبرشلونه في حاله لا تسمح، يعني مش ناقصين بالذات في التوقيت الحالي. بالظبط يعني. خلصت اخبارنا مشاهدينا، فاصل سريع جدا ونستقبل بعده كابتن مشير حنفي نجم الاهلي السابق مع زميلي العزيز كابتن هاني رمزي. اتفضل.